تشيع اليوم جثامين ضحايا الأربعة لحادث إطلاق النار على كنيسة العذراء بالورة. السائحون المصريون يعودون إلى أرض الوطن بعد انتهاء أزمة احتجاز في ليبيا. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الأوضاع في مصر وسوريا. عصرا بتوقيت القاهرة، ساعة إخبارية شاملة على شاشة النيل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. تشيع اليوم جنازة أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق النار على كنيسة السيدة العذراء بالوراق أمس. وقال القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية إن القداس الجنائزي سيرأسه الأنبا يؤنس أسقف الخدمات، والأنبا ثيودوسيوس أسقف الجيزة، والأنبا يوحنا أسقف إمبابة والوراق. كان مسلحان يستقلان دراجة بخارية قد أطلقا النار على عدد من الأقباط إثر خروجهم من الكنيسة عقب إتمام مراسم حفل الزفاف، ما أسفر كذلك عن إصابة 17 شخصا بينهم 3 مسلمين. للمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من الوراق الزميل عمرو عبد العزيز. عمرو، تحياتي أولا، صف لنا ما لديك والصورة في الوراق. يعني فوزي منذ أن أتجه إلى هنا أقص لك المشهد من الخارج، حيث تواجد بالخارج يعني قوات أمنية كثيفة، بالطبع هي من القوات المسلحة وأيضا من قوات الشرطة المدنية. يعني عندما تخلى إلى داخل الكنيسة، بالطبع هناك إجراءات أمنية وتفتيش واطلاع على الهويات، حتى استطعنا أن نفتح في الباب والرئيس التي يتواجد فيه الكثير من أهالي الضحايا والكثير من الإخوة الأخباط الذين أتوا بالطبع تأثرا بما حدث في يوم أمس من أحداث مؤسفة نتج عنها هذه القتلى أو هذه الضحايا وهذه الإصابات. بالطبع هناك يعني حالات تأثر كبيرة لدى المواطنين وبالتحديد أو بالأخص أهالي الضحايا. يعني في هذا المحور الآن توجد بعض الترانيم التي يعني عندما تساءلت عن تواجدها يعني تحدث البعض عن أنها يعني حالة من حالات التصدير لأهالي الضحايا. أيضا في انتظارها يعني يتم إقامة هذه الترانيم حتى وصول الجثامين التي بالفعل تحركت بحسب رواية أو بحسب على حسب قول المتواجدين هنا من المعنيين داخل الكنيسة، وهي في ترقيها إلى هنا الآن ليبدأ في حين هذا الوقت عندما تصل القداس الذي يستمر حوالي تقريبا مدة ساعة، وتقوم بعد ذلك أو تنطلق بعد ذلك الجنازة. عمرو، هل لديك أي بيانات أو معلومات عن مشاركة أي من القوى السياسية أو الشخصيات العامة في مراسم تشيع الجنازة؟ يعني حتى هذه اللحظة لم يصل إلينا أو لم يرد إلينا أخبار حول هذا، ويعني وإن كان يعني تنقلت بعض الأخبار حول ذلك ما بين المتواجدين، ولكن لم يتم تحديد شخصيات بعينها أو من أي القوى السياسية تنتمي هذه الشخصيات. كان ربما هي توقعات، ربما هي شائعات، كان طبعا سنتأكد من ذلك ونحط الصبح لما الرؤية في غضون الساعة القادمة. أشكرك جدا الزميل عمرو عبد العزيز متحدثا إلينا من الوراق، شكرا جزيلا. أجرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك كرزة المرقسية لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث الإجرامي الذي وقع مساء أمس أمام كنيسة العذراء بالوراق. كان الببلاوي قد أدان الحادث واصفا إياه بالعمل الإجرامي الخسيس ومعربا عن خالص تعزيه لأسر المتوفين. كما أكد الببلاوي على أن مثل تلك الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن مسلميه وأقباطه، وأن الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات اليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وصل السائقون المصريون إلى منفذ السلوم البري اليوم، وذلك بعد إطلاق سراحهم أمس في مدينة أجدابيا الليبية. واستقبل محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور السائقين المحررين بحضور رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية اللواء محمد عبد الله وقيادات الأمنية بمديرية أمن مطروح وقيادات المنطقة الغربية العسكرية وقيادات مكتب المخابرات الحربية. إنجاز جديد لجهاز المخابرات الحربية امتزج بفرحة العودة لأرض الوطن لدى وصول عشرات السائقين المصريين لمنفذ السلوم بعد إنهاء أزمة احتجازهم في ليبيا. وكان في استقبال السائقين المصريين المحررين والبالغ عددهم 85 سائقة وعشرة مساعدين محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور ورئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية اللواء محمد عبد الله والقيادات الأمنية وقيادات مكتب المخابرات الحربية. وتكللت جهود المخابرات الحربية بالتعاون مع وزارة الدفاع والسفارة الليبية المصرية بالنجاح، لا سيما بالتعاون والتواصل مع عدد من القبائل الفاعلة في الشرق الليبي ووزارة الخارجية الليبية في إنهاء أزمة احتجاز السائقين ومغادرتهم أجدابيا إلى مصر. ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل أزمة السائقين المصريين المحتجزين بدولة ليبيا وعودتهم إلى أرض الوطن بعد التنسيق مع السلطات الليبية الشقيقة. تم تحرك عناصر إدارة المخابرات الحربية متمثلة في مكتب المخابرات الحربية بمطروح بناء على تعليمات وأوامر السيد مدير المخابرات الحربية. كانت الأزمة قد بدأت حين قامت مجموعة مسلحة باحتجاز كل مصري يعبر من مدينة أجدابيا مع شاحناتهم للمطالبة بالإفراج عن أقارب لهم معتقلين في مصر، إلا أن السلطات المصرية والليبية تكاتفت لإنهاء الأزمة، حيث تم توقيع محضر اتفاق عرفي بين 7 قبائل ليبية كانت ضالعة في احتجاز السائقين المصريين بمدينة أجدابيا بضمان قبائل البراعسة والمرابطين والفوايد والعبيدات باعتبارهم أكبر قبائل الشرق الليبي. ويقضي الاتفاق بالإفراج عن المصريين مقابل تعهد الحكومة الليبية بالبدء في الاتصال بالسلطات المصرية لمعرفة طبيعة القضايا المتهم فيها الأشخاص المنتمين للقبائل 7، كما يقضي أيضا بتسهيل إجراءات زيارة ذوي المسجونين لمصر للاطمئنان عليهم، مع العمل على مخاطبة الحكومة المصرية بشأن إمكانية قضاء المتهمين لفترة عقوبتهم في ليبيا إذا كانت القوانين المصرية تسمح بذلك. للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من مطروح السيد اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح. سيادة اللواء تحياتي، أولا أبرز النقاط الأساسية في عودة السائقين المصريين إلى أرض الوطن. الحمد لله، طبعا عودة جميع السائقين بمركباتهم سالمين غانمين طبعا بفضل الله ولجهود المخابرات الحربية وبصفة خاصة المخابرات الحربية بمطروح والقيادة السياسية والقيادات العسكرية. وبرضه ما ننساش نقول على دور الساده العمد والمشايخ والمطروح الذين قاموا بتكثيف الجهود والاتصالات مع ذويهم عمد وقبائل ومشايخ في الاواخر في ليبيا، والحمد لله ربنا كل الجهود في اقل من 72 ساعه. طب سياده اللواء اسمح لي ان اتاكد من بعض النقاط الاساسيه التي وردت الينا في المتابعات الاخباريه السابقه. جاء الينا انه عاد الى ارض الوطن بالكامل 30 سائقا والباقي يعود بعد تفريغ حمولات الشاحنات التي كانت موجوده لديهم في ليبيا. هل عاد جميع السائقين المصريين من ليبيا ام انهم سوف يعودون تباعا؟ هو الـ 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 الأزمة انتهت وتم حل الموضوع وعاد جميع السائقين، ومن تبقى في ليبيا خلاص ده انتهى حجزه وبيكمل رحلته، بقى إن كان معاه بضاعة عايز يكملها أو سائق ميكروباص هيستنى يوم يتحمل حمولته ويرجع. إنما الحمد لله الأمور انتهت والأزمة اتحلت وعاد جميع السائقين ومن تبقى لظروف عمل ولظروف إرادته بمحض إرادته يعني. سيادة اللواء، هناك أنباء عن إعادة فتح منفذ السلوم مرة أخرى. بالفعل تم فتح الظهر اليوم بعد التنسيق مع المخابرات الحربية، وتم فتح المنفذ وحركة السفر والعبور عادية بالجانبين في الاتجاهين.
أشكرك جدا السيد اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، شكرا جزيلا. قرر مجلس الدفاع الوطني طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر للحوار المجتمعي لمدة أسبوع، تتلقى الحكومة خلاله كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح الذي في ضوئه يصدر القانون على أساس ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده. وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس عدلي منصور التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية. كما أكد المجلس التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعي وبعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي. وشدد المجلس على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب بها. وأشار المجلس كذلك إلى أن الدولة بكافة تلك الأجهزة والمؤسسات التابعة لها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج. نظم طلاب جامعة الأزهر من أنصار تنظيم الإخوان مسيرات محدودة اليوم داخل الحرم الجامعي، رددوا خلالها هتافات مطالبة بالإفراج عن زملائهم المحتجزين وعودة ما وصفوه بالشرعية. وانطلقت مسيرة الطلاب من أمام مبنى إدارة جامعة الأزهر بعد أن أشعلوا الشماريخ، وأفاد مراسلين بأن أعداد المتظاهرين انحسرت مقارنة باليومين الماضيين، كما سادت حالة من السيولة المرورية في محيط الجامعة. تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم خلال الجلسة الثالثة والأخيرة من الجلسات السرية إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا أثناء الثورة. وقال المستشار محمود رشيدي رئيس المحكمة إن المحكمة ستسمح للصحفيين دون المصورين بالدخول إلى قاعة المحكمة عقب الاستماع إلى أقوال الشهود وانتهاء الجلسة، وذلك لكي يستمعوا إلى قرار المحكمة بتأجيل القضية وسائر قراراتها الأخرى المتعلقة بالجلسات القادمة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أكاديمية الشرطة مراسل النيل محمد شعبان. محمد، ما هي الأجواء لديك؟ يعني نعم ريام، يعني جديد المشهد هنا يبقى قديما حتى هذه اللحظات، لا جديدة يعني هنا في المشهد. المحكمة ما زالت تستمع الشهود إلى قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني، وكذلك رئيس مباحث يعني سجن المنيا السابق أيضا المقدم عمر الدردير. لا نعلم ماذا يدور الآن داخل الجلسات، خاصة وأن هذه الجلسة هي جلسة سرية وأعد آخر جلسة سرية في هذه المحاكمة. كما لا نعرف، نحن ننتظر الآن أمام المحكمة هل سيتم السماح لنا بالدخول لمعرفة قرارات المحكمة في الجلسات السابقة، هل سيتم تأجيل القضية، موعد تأجيل القضية، ماذا عن اللجان الفنية، أيضا ماذا عن الشهود، هناك شهود آخرين أم لا. كل هذه التفاصيل لا تتضح حتى هذه اللحظات، ما زلنا ننتظر أمام المحكمة هنا في خارج أكاديمية الشرطة حتى يتم السماح لنا بالدخول. قالوا لنا أنه قد يتم السماح لكم بالدخول للاستماع إلى قرارات المحكمة، وأعتقد رئيس المحكمة مؤتمرا صحفيا يعلن فيه هذه القرارات أمام الصحفيين. محمد، يعني ماذا عن المتواجدين في المحيط والإجراءات الأمنية المتخذة كذلك؟ يعني ما أراه أمامي أن الإجراءات الأمنية بالطبع هي إجراءات مشددة في هذه المحاكمات، بالتالي هناك إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، خاصة أمام بوابات الدخول الرئيسية. يعني كما هناك تجمع عدد بسيط، ربما قل أعداد الذين جاءوا لتأييد الرئيس السابق حسني مبارك، لا يوجد بالطبع معارضين. الأجواء هذه هنا تماما إجراءات أمنية مشددة بالفعل، الجو هادئ تماما، يعني ربما انصرف عدد من أنصار الرئيس السابق الذين تجمعوا في الصباح، خاصة يعني وأن المحاكمة مستمرة يعني لأكثر من 4 ساعات.